هل الجن يستطيع تحريك الجمادات؟ لقد قال العفريت من الجن لسليمان عليه السلام أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، إذن قادر على ذلك بإذن الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة لما افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قالوا فبتنا بشر ليلة، منا من يقول اغتيل، منا من يقول استطير، ومعنى استطير أخذته الجن وطارت به. فهذا وارد أن الجن قد تأخذ شخصا وتطير به، جائز هذا ووارد، اغتيل استطير. ولا يخفى عليكم كما سمعتم أن العفريت قال أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والله قال في شأن الشياطين مع سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وأيضا قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص، فهناك شياطين عفريت كانت تنزل قاع البحر تستخرج لسليمان عليه السلام الحلي الذي يتحلى به.